اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، سعيد جدا بلقائكم اليوم في برنامج لقاء خاص. مجلة الجديدة اليوم تطلق برنامجا تواكب من خلاله قضايا الشأن المحلي. اليوم الموعد بجماعة مولاي عبد الله أمغار، هذه الجماعة التابعة لنقود إقليم الجديدة. اليوم في لقاء خاص نستضيف مولاي مهدي الفاطمي رئيس الجامعة الترابية، سنناقشه، سنستفزه، سنسائله، سنبرز الإيجابيات ونبرز مكامن الضعف والتحديات، كيف سيواجهها من أجل مستقبل زاهر خدمة للصالح العام وللتنمية المستدامة. مشاهدي وزوار موقع مجلة الجديدة، أهلا وسهلا بكم في برنامج لقاء خاص. شكرا جزيلا على قبولك الدعوه وشكرا استضافتك لنا في المقر ديالكم ديال الجامعه. بدايه شكون هو مولاي مهدي الفاطمي؟ اولا شكرا لكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام ضيوف ديال جامعه مولاي عبد الله. شكون هو مولاي مهدي الفاطمي؟ هذا سؤال ربما اللي نحاول نجاوب عليه لان ماشي من طبيعتي نهضر على راسي. مولاي مهدي الفاطمي مواطن غيور يحب وطنه وملكه، نشأت في 1973 بمدينة الرباط، ولكن الأصل ديالي جديدي توكالي. كان الوالد الله يرحمه كان كل سبت الحد كيجيب لنا الجديدة، فقعد فينا هاد الحب ديال المدينة. وملي ساليت واحد المسار الدراسي ديالي في الأخير أنني خديت القرار باش نستقر في مدينة الجديدة. نعم، مولاي مهدي الفاطمي واحد الخصوصية كتميز بها هي أنك رجل سياسي منتخب ولكن رجل تواصل بامتياز. شنو السر ديال هذا الحضور اليومي ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خصوصا كتذكروا يعني الظاهره ديال الزف ديال الطريق واللي دارت واحد البوز على الصعيد الوطني، علاش مولاي مهدي الفاطمي رئيس الجامعه اختار هذا الشق ديال التواصل مع العموم؟ بدون تواصل ما عمرنا ان نوصل للمبتغى ديالنا، التواصل هو كل شيء. سيدنا الله ينصرو في جميع الخطابات الاخرى ديالو كله كيحثنا على التواصل. نعم، اذا التواصل كيلعب واحد الدور كبير، تكون قرب المواطن، توصل لانفورماسيون للمواطن، تعطي للمواطن الحقائق. حنا ولنا في واحد الوقت ديال المغالطات كثيره. نعم، كنا واقعيين، حنا كنا كنتكلموا خصنا نتكلموا بالواقع، وقت ديال المغالطات كثيره. مالوغوزمون الفيسبوك شدينا بواحد ماشي في المسار الحقيقي ديالو، ولينا كنغلطوا به، ولينا كن لذا كان جوج الحوايج، تفضل اما تسكت. نعم، وتخلي المغالطات وتخلي ولا تواجه وتخرج وتقول وجهه الراي ديالك وتواجه. نعم، هذا مادام حنا ربما كنقولوا حنا غاديين في الطريق الصحيح، يعني خصنا نوصلوا للمواطنين. نعم، السيد الرئيس انا نرجع معك شويه المسار الدراسي ديالك، خصوصا مؤخرا خرج قانون جديد اللي هو قانون الخدمه الاجباريه، الخدمه العسكريه ماشي الخدمه العسكريه للشباب، يعني من 18 سنه من 19 سنه ل 25 سنه لمده عام. انت عشتي هذه التجربه ديالك في اطار المدرسه العسكريه، وصراحه مجموعه ديال الصور اللي باقي الان كيتلاحوا في اداء النشيد الوطني كنلاحظوا ان مولاي مهدي الفاطمي كاين ضابط النشيد الوطني. واش الخدمه العسكريه اثرفك لهذه الدرجه في النشيد وحتى في عملك اليوم؟ انا نشات في ليسي ميليتير، نشات مع عسكر، دخلت عندي 9 سنوات وبقيت تما المسار ديالو كله حتى خديت الباك. ولا قدام طبيعه الحال غتبقى واحد البصمه ديال التدريب العسكري ديال العسكره في الذات ديال الانسان. في ديك الوقيته ملي كنا في ليسي ميليتير نقدر نقول لك بان كنا كنقولوا كيفاش جابونا والدينا هنا، كيفاش سورتو الوالد ديالي انا جابني ملي كان مشى سفير لواحد الدوله اجنبيه، ما كانش تما كاين لا ميسيون فين نقرا، فاضطريت انني نبقى في المغرب واختار لي ليسي ميليتير. ملي دخلت الان نقدر نقول لك بان احلى ايام الحياه ديالنا هي اللي دوزناها في الدراسه. فانتوما كشباب، انتوما ك اللي باقي عندكم الفرصه انكم كتدرسوا، خصكم تستمتعوا بهذا الوقت هذا. حتى الان دابا كنقول بان المسار ديالي العسكري ربما اثر في الحياه ديالي، خلاني اكثر حس اجتماعي، اكثر حس وقرب، لان احنا عشنا كاملين تقريبا مده طويله، عشنا كاملين بحال الاخوه. اذا كاين واحد التاثير. مولاي مهدي الفاطمي، انتقالك يعني استكمالك المشوار الدراسي وفي الاطار يعني المجال ديال الصيدله كدكتور في مجال الصيدله،
برسات ايضا عندك روحك الوطنيه تجاه عموم الطلبه المغاربه، وتنتخبت رئيسا يعني لتكتل طلابي مغاربي يعني كيهتم بالمغاربه، علاش هذا روح التطوع وهذا العمل الجمعوي كان غادي معك حتى خارج الوطن؟ انا في ليسي ميليتير كنت مكلف بالطلبه، بديت وانا صغير شيف دو كلاس، من بعد في الباك ديالنا كيولي واحد سوبر ديليغي اللي كيتكلف بالليسي كله، ودزت من هذه المرحله ديال سوبر ديليغي. سكي فهمني مشينا لاوكرانيا، وكانت ديك الساعه ولات واحد 9000 ديال الطلبه، واحد الكم هائل ديال المغاربه اللي كانوا تما. كاين طرا لنا واحد المشكل، هو وفاه ديال واحد طالب مغربي. فهذيك الوفاه كان خصو يترابارتي يدخل المغرب. لقينا صعوبات كثيره، من هذاك جلسنا وقلنا بان غادي نخلقوا واحد الجمعيه اللي غادي تكلف بالمغاربه مع العلاقات ديالها مع 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 السلطات الاوكرانيه. فدرنا هذه الجمعيه وانتخبت انا يا رئيس ديالها، ومن حسن الحظ ان درنا هذه الجمعيه لان واحد الوقيته تقطعت العلاقات ما بين روسيا واوكرانيا، وحنا ما كانتش عندنا السفاره ديك الساعه، دابا ولات السفاره المغربيه في اوكرانيا. فجميع دوك الوثائق ديال لي باسبور نزيدو فيهم ولي بورس ديال الطلبه وداك الشيء كانوا كيدوزوا عن طريق هذه الجمعيه. فكنا كنمشيو كنجيبوا واحد المنحه ديال المهمه اللي كتقدر ديك الساعه في واحد 700 مليون اللي كنا كنجيبوا ديال الدراري في الشهر وكنفرقوا عليهم. صفحات سفاره مصغره. صفحات سفاره مصغره، سفاره مصغره. كان ديك الساعه السي السفير سعد سليم زنين عطانا واحد الصلاحيات اوفيسيال لكن رسميه، واللي اشتغلنا بها المده ديال واحد. السيد الرئيس، الان ننتقل للموضوع الاهم اللي هو المؤهلات الاقتصاديه والثقافيه ديال جامعه مولاي عبد الله، خصوصا انكم كتشرفوا على تنظيم اكبر موسم يعني تقليدي، موسم شعبي اللي كيعرف الاحتفاء بالفرس وبالفرسان، اللي هو موسم مولاي عبد الله امغار، وكذلك انكم كتوفروا على منطقه صناعيه تعتبر ثاني قطب اقتصادي في المغرب هي جبل الصفر. كيفاش كتعتبروا هذه المؤهلات ديال جامعه مولاي عبد الله امغار؟ هذه مؤهلات حب الله، هذه المنطقه هذه واحد المؤهلات كبيره. راه ما كنهضروش غير صناعيا، واقتصاديا وثقافيا وفلاحيا. نعم. ملي كنهضروا على الجرف الاصفر، اكبر ميناء هاد السنه هذه ولا اكبر ميناء في المغرب من ناحيه الطوناج، فات للدار البيضاء. كنهضروا على اكبر حاضنه صناعيه في المغرب اللي هي الجرف الاصفر. كنتكلموا على المنطقه ديال البطيوه وديك الشيء، منطقه فلاحيه بامتياز. نعم. هي الكروني ديال جديده. كنتكلموا على سيدي بوزيد. راه واحد المركز السياحي عند الصعيد الوطني معروف. اذا هذه كلها مؤهلات كتجعل من مولى عبد الله واحد الجماعه اللي ربما كيخصنا نفكروا كيفاش كنا نديروا هذا المزيج كله، لان التوجهات دابا اللي ولات في المغرب تقريبا ان كل اقليم كيبغيو نديروا ليه واحد الميزه ديالو، واش هو اقليم سياحي، واش هو اقليم اقتصادي، واش هو اقليم فلاحي. جينا للجماعه وحنا لان كل شيء فيها تبارك الله كبير، اش نساو سيدي بوزيد سياحيا ما يمكنش، نسمحوا في مولى عبد الله ما يمكنش، نرتكزوا اكثر على 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 الاقتصاد ما يمكنش، نساو الفلاحه ما يمكنش، هذا الشيء كل شيء حب الله قلت لك واحد المميزات اللي ما كاينينش في جامعات اخرى. يعني بغينا نركزوا اكثر على موسم مولى عبد الله امغار، وخصوصا هذه السنه الاخيره عرف واحد التنظيم محكم، تضافر الجهود رجال الطرف الملكي، الوقايه المدنيه، السلطه المحليه، ولكن لفت الانتباه الحضور اليومي ديال العامل الاقليم محمد قروج. شنو هذا السر ديال هذا الاهتمام ديال المسؤول الاول على الاقليم بخصوص موسم مولاي عبد الله؟ هو كما قلتي اكبر موسم في المغرب. نعم. راه 2 مليون ديال الزوار هذه السنه اللي وصلنا له. الا هو يكون واحد الاهتمام عند سيد العامل، وسيد العامل تبارك الله راه ماشي غير موسم مولاي عبد الله، راه متواجد في الاقليم يوميا يشتغل، ويوميا احنا معاه في ليشونتي، ويوميا هو راجل خدوم. اللي بغيت نقول لك بان موسم مولاي عبد الله هذا تراث ديالنا خصنا نحافظوا عليه، خصنا نزيدوا ننظموه. هذه السنه قمنا بواحد المجهود كبير، والسنه المقبله ان شاء الله غادي نزيدوا باش هذا الموسم هذا باقي ما استغليناش بداك الشيء اللي يمكن انه يعطي، باقي ما سوقناش بديك الدرجه اللي غادي يولي واحد القطب سياحي دولي بامتياز. نعم. خصنا نفكروا في الاماراتيين، نفكروا في دوك الدول العربيه اللي كتستقر، خصنا نحاولوا اننا نجدوا هاد السياح هادو ويولي واحد نعطيو اهتمام اكثر بالصقر، لان نكونوا على يقين بان غادي يجيب لنا واحد الفئه من هاد المحبين ديال هاد التراث. الخيل حتى هما راه كاينين دي كافالي في لو موند اونتي اللي راه جاو مؤخرا شي سواح وكنسالهم قال لك هادشي راه ملي 350,000 ديال الناس ساكنه 120,000 خيمه، قال لك هادشي راه ما يمكنش تجيو تنظموا بحال هكا. فهمتيني؟ سكي فيه كاين واحد التنظيم محكم اللي غادي نحاولوا باش نبداو نجيبوا السياح ديال اجانب. في مجال هذه الفونتازيا وهذه المؤهلات الاقتصاديه مثلا اللي عندنا في الجرف الاصفر،
هنا البعض يتساءل الوقت ديالها على تأثير تشغيل الشباب، واش كتشوف ان هنالك ظرف ملائمه التكوين ما بين سوق الشغل، او ان مسؤوليه الجامعه ليس اختصاص ذاتي كينص عليه القانون التنظيمي ديال الجامعه الترابيه، ورغم ذلك يثار اسمكم ويثار اسم الجامعه في هذا الملف اللي هو نوعا ما ملف حارق وملف حساس لمؤسسات الدوله باقي الان كتشتغل عليه. حنا التشغيل هو الشغل الشاغل ديالنا، والحمد لله مع الوليدات حنا جلسنا ولقينا لهم بعض الحلول، ولكن شو ما بقاش ذاك الاحتقان اللي كان، اي حاجه كنلقاو لها الحمد لله. نتكلموا على اليد العامله، خصنا دي سبيساليتي. دابا المشغل ما بقاش كيجي داك المانوفري يجيب سميتو العتلاوي يجي يخدم، دابا ولاو كيطلبوا دي بروفيل. هادشي علاش التكوين المهني دابا حنا كنتبنا واحد التكوين المهني في الحاضره الصناعيه. نعم. اللي هو غادي يوجد وليدات المنطقه اللي سبيساليتي اللي مطلوبين في الحاضره الصناعيه. نعم. كاين في التفكير في هذه المساله هذه، وحنا راه تقريبا هذه السنه هذه غادي يكمل البناء ديالو، وغادي يبدا يشتغل باش نبداو نوجدوا واحد اليد عامله كفؤه. نعم، كتلائم مع سوق الشغل. كتلائم مع سوق الشغل. علاقه بالانجازات السيد الرئيس فيما يتعلق بالربط الصحي، الماء، الماء صالح للشرب، وكذلك بناء مدارس، مجموعه ديال المشاريع اللي شفناها خرجت حيد الوجود، كيفاش خرجت يعني صراحه ضروعتكم، هناك تحديات وصعوبات واجهتكم باش تخرج هذه المشاريع الوجود، كيفاش استطعتم ان تجاوزوها واليوم هي صبحات على ارض الواقع؟ شوف انتم جيتوا للجامعه وراكم شفتوا تقريبا الجامعه شبه فارغه. انا كنت خصكم تجيو هذه واحد 3 سنين باش بدينا وشوفوا كيفاش كانت الجامعه، كانت الجامعه كتغلي. كانوا هي كل اسبوع ثلاثه وقفات احتجاجيه. تطالب بالماء والكهرباء، تطالب بالشغل، تطالب كان هادشي كان كثير. الحمد لله اننا مع المجلس الموقر اشتغلنا باش هذا المشكل ديال الماء والكهرباء نحيدوا. تقريبا 18000 رخصه اللي تعطات. كنهضروا على 18000 بالماء والضوء. 9000 منزل. ملي كنهضروا على 9000 منزل، كل منزل فيه 4 ديال النفوس. حنا كنهضروا تقريبا على 36 40000 نسمه اللي ما كانش كتستافد من الماء والضوء، كنهضروا على نصف ديال السكينه ديال المواطنين. اذا الحمد لله هذا المشكل هذا حليناه، راه دابا كلشي كيربط المسائل ديالو بالماء والضوء. بدينا كنفكروا حتى في تطهير السائل، يعني انا مشيتوا للدواوير ديال مثلا التيكني، مشيتوا لولاد الساعد، مشيتوا للمنادله، مشيتوا لهادشي غتلقاو الصبيب ديال الواد داكشي ما فيه ما يتشاف، سي دي بوان نواغ. الحمد لله اننا بفضل سيدنا الله ينصرو والتعليمات ديالو ان مشينا دقينا البيبان. جامعه مولى عبد الله راه الميزانيه ديالها كلها كتمشي للكريدي فاك، كلها في الخلصوا بها الكريدي. العام اللي فات راه شرط لنا 36600 درهم الفائض الحقيقي. ولكن تيقولوا انكم اغنى جامعه في العالم. انا من نهار اللي بديت سي حمزه باش ما نخبيش عليك، وانا هذه بغيت نحيدها من راس الناس. جامعه مولى عبد الله اصبحت من افقر جامعه كاينه في الاقليم. علاش؟ بالتحديات ديالها. عندنا ميزانيه 9 مليار ونص، النص ديالها كيمشي للتسيير، والنص ديالها كيمشي للكريدي، كنردوا لي تخيط ديال الكريدي. انا قلت لك العام اللي فات الفائض الحقيقي ديالي شرط 36000 ريال، وكما جلسناش من 40 ايدي. بدينا خدامين، درنا دراسات، مشينا دقينا على وزارات. السيد العام المشكور ساعدنا في هذه الناحيه هذه، شفنا مع المجلس الاقليمي مشكور. انا فين بغيت نسالك سيد الرئيس، علاقتكم مع المجلس الاقليمي خصوصا انك شراكه استراتيجيه، الطريق اللي كضربت سيدي بوزيد بجامعه مولاي عبد الله، الطريق الساحلي كنقصد، ثم هناك مشروع قيمه 11 مليار سنتيم يعني فيما يتعلق بالجديده الجر الصغر، ما هي علاقتكم وكيف استطعتم ان تبنيوا هذه العلاقه الثقه ما بين المجلس الجامعي والمجلس الاقليمي؟ السي زايدي رجل طيب، رجل وطني، يحب وطنه، ما عندوش الفرق ما بين هذا وهذا. النهار اللي مشينا وقدمنا له الطلبات ديالنا وعرف بان الجامعه كدوز في واحد الدقيقه ماليه، وعرف بان قاطره التنميه ديال الاقليم راه هي جامعه مولاي عبد الله. نعم. فمشى معنا في هذا الطريق ديال الساحليه تقريبا بواحد الغلاف مالي ديال 18 مليون ديال الدرهم. مشى معنا في ليكليراج ما بين سيدي بوزيد ومولاي عبد الله دوبل فوا اللي غادا تقامت بواحد 11 مليار كما قلتي، وساهمت فيها الجامعه بواحد القيس ديال المال. هو تكلف بليكليراج تقريبا واحد 18 مليون ديال الدرهم حتى هو، اللي غادا تكون واحد لافوا اللي غادا تبدل الوجه ديال الجامعه ديالنا. مستعد دابا اننا كنديروا الدراسه باش نكملوا من مولى عبد الله حتى دوار الفرح ولا غضبان. نعم. الطريق السريحيه تاعي حنا خدامين في دراسه، وغادي تاهو يدخل معنا ان شاء الله في شراكه. اذا كاين واحد الشراكه استراتيجيه هذه. هناك ايضا كيميزكم هناك تنوع، كيف كاين القطاع العام، كيف المؤسسات العموميه مجالات منتخبه، وهناك كذلك القطاع الخاص. علاقه استراتيجيه كتجمعكم مكتب شركه الفوسفات بحيث كنبقاو حاضر مجمل الانشطه الكبرى والمشاريع التنمويه داخل الجامعه. اي السيد المدير مشكور انه في مولى عبد الله هو المدعم الرسمي ديال الموسم. بالنسبه للبنيه التحتيه
راه المسيره وهذاك راه هو تكلفنا بهم. دابا عندنا معاه واحد 6 مليون ديال الدرهم ديال الطرقان في مولى عبد الله اللي غادي تكلفنا بها. انا كنقول البيبان راه شوف راه الا تحركتي ودقيتي البيبان كيجيب الله التيسير. راه الرئيس ماشي يجي انه يجلس في البيرو ويخدم الكليماتيزور ويشرب قهوه ويقول راني غنحل المشاكل، ما عمر تحل. خصنا نخرجوا ونمشيو ندقوا وهذا الشيء سيدنا الله ينصرو. خارطه الطريق واضحه باينه، القرب من المواطن والشغل. والشغل شنو هو؟ ان ماشي الفلوس هي كل شيء، الفلوس موجوده خصها اللي يعرف كيفاش يجيبها. انا قلت لك جبنا من وزاره الداخليه 17 مليار باش غنصوبوا الواد الحار ديال الدواور، جبنا من سياسه المدينه تقريبا 13 مليار حنا خدامين الهيكله ديال الدواور، و6 مليار لا كونفونسيون راه تسنى باش غنصوبوا مولى عبد الله وسيدي بوزي. وزاره الداخليه قدم لنا مقترح ديال 20 مليار راه في طور الدراسه، وربما راه جاوبونا على دي كيستيون على واحد تيتريكتيفيكاسيون في ليتود، وان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. راه 45 مليار كلها جناها من 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 عند مؤسسات نعم الشركاء. نعم السيد الرئيس، ثلاث سنوات مرت من الولايه، باقي ثلاث سنوات، شنو تصور الرؤيه الاستراتيجيه للثلاث سنوات اللي باقيه؟ شنو الاكراهات اللي باقيين؟ التحديات؟ وماذا ينتظر ساكنه جنوب؟ احنا الحمد لله اننا كنقولوا في الشغل الاجتماعي احنا غاديين. هاد ثلاث سنين دوزنا شويه، كانت ثلاث سنين صعيبه، ما كانتش كانت مسائل سياسيه وكان حراك وكان هادشي صحي، ماشي راه صحي. راه لا لقيتي الامور هانيه عرف راه كاين شي حاجه. ملي كيكون داك الحراك عرف الامور، كل واحد كيبدي الراي ديالو، كل واحد كيدافع على المسائل ديالو، كل واحد كيبغي ان وجهه النظر ديالو تكون هي صائبه. الحمد لله دازت الامور مزيان. الحاصله ان شاء الله حنا غنعطيوها حاصله ايجابيه جدا، نحن فخورون بها. والسيد العامل الاقليم لكن راضي على 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 المجهود اللي تقوم به الجماعه ديالنا. ثلاث سنوات الجايه ان شاء الله غادي نكونوا تغلبنا على لي بونواغ فين كانت المشاكل الكبيره ديال الساكنه اللي هي الماء والضوء وتطهير السائل والطرقان، كنا تغلبنا عليهم. خصنا نفكروا في ما هو سياحي، ما هو اللي غيقدر يجذب يجذب لينا ثاني المستثمرين. خصكم تعرفوا بان واحد المجهود دخل كبير. دابا راه اي واحد كيجي الطلب ديالو بالنسبه للشركات راه متبعو انا شخصيا في واحد الظرف قياسي كياخذوا لي زوتوريزاسيون ديالهم. لقينا 4 مليار ديال الدرهم بلوكيا، كل مشاكل كلها حليناها. الا طلعتوا لجهه الحظيره الصناعيه غادي تلقاو لي زوزين خدامين، كلشي الحمد لله خدا الرخص ديالو وكلشي غادي. كيفاش غادي نشوف واحد الاستراتيجيه ان شاء الله باش الموسم ديالنا نزيدوا به لقدام. السيد الرئيس، ثلاثه الاسماء شنو كتعني المولد ديال فاطمه؟ الاسم الاول هو محمد امين دروج عامل الاقليم. سيد العامل رجل طيب، رجل عملي، الرجل اللي كنشوفوا فيه المواصفات ديال رجل السلطه اللي سيدنا الله ينصرو كيتكلم عليه، قرب من المواطن، كيتسند لينا، كيسمع لينا، عايش معنا الهموم، جميع الهموم، تقريبا انا في اتصال معاه شبه يومي، المساند الكبير ديال المجلس ديالنا. محمد الزاهدي رئيس المجلس الاقليمي الجديده. الحاج طيبة الناس، خلوق، انسان اللي يستحق هذاك المركز اللي فيه، يستحق هذاك المنصب. ديال رئيس المجلس الاقليمي بامتياز، انا صراحه كنسمع لكل شيء، كنتصنت لكل شيء، وحتى هو بجانبنا، وحتى هو راه مدعمنا لا في الموسم لا بالتوجهات ديالو لا ماديا ولا معنويا. اسم اخير هو يمكن له جميع المغاربه الحب والتقدير، ماذا يعني جلاله الملك محمد السادس لمريم ديال فاطمه؟ شوف انا سيدنا الله ينصرو، اولا عندي الحب اللي خاص، انا صراحه ملك، ملك التواصل، ملك الفقراء، ملك جميع الاسماء اللي تعطاته كنلقاوها فيه. سيدنا الله ينصرو لو كان اي مسؤول يسمع الخطابات ديالو فهي توجهات. انا راك في اي خطاب، نهار اللي تكلم على الاداره نقمنا بثوره في الاداره وغيرنا وقدينا، نهار اللي تكلم على القرب المواطن كنا قرب المواطنين ونزلنا للدواوير وتصنتنا للناس وعطينا الشواهد ديال الربط بالماء والكهرباء، واول مره في التاريخ الاداره كتنزل ومشينا للدواوير وصوبنا الشواهد عند الناس، دينا معنا البيرو دوردر ودينا معنا السيرفيس تكنيك. الانسان كيجي كيسجل في دوارو وكيخرج التقني سوغ بلاس وكنسنيو حنا في هذاك. كيف درنا واحد الثوره في الماء والكهرباء،
ملي تكلم على 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 التعليم، هبطنا المدارس راه دابا كتبنا والاقسام كتبناو واصلحنا جميع المؤسسات بما فيهم الماء والكهرباء. جامعه مول عبد الله ما كايناش فيها مؤسسه بدون ماء وبدون كهرباء. كيف التوجه ديال سيدنا الله ينصرو هي خطى الطريق، نتمنوا كاع المسؤولين كلهم يسمعوه الله ينصرو والامور تكون ان شاء الله بخير. مريم ديال فاطمي رئيس جامعه مولاي عبد الله امغار، شكرا جزيلا على قبولك الدعوه ونتمنوا لك كامل التوفيق والسداد. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج لقاء خاص نواكب من خلاله قضايا الشأن المحلي وكذلك الإنجازات والتحديات خدمة للصالح العام ولتنمية مستدامة قوامها الصالح العام، وأن يكون الشباب الإعلامي في قلب هذه التنمية وقلب النموذج التنموي المغربي الجديد. إلى هنا حمزة الرويجع يحييكم، شكرا جزيلا على المتابعة.